تواصل اللجان الإشرافية في محافظات مملكة البحرين الأربع عرض قوائم المترشحين لليوم الثالث على التوالي مع فتح باب تقديم طلبات الاعتراض بشأنها، وذلك تزامنا مع إتاحة خدمة الاطلاع على قوائم المترشحين عبر الموقع الرسمي للانتخابات. وطبقا للقانون فإنه يحق لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك في الدائرة الانتخابية التي تقدم للترشيح فيها أن يطلب من اللجنة الإشرافية التابعة له إدراج اسمه ضمن المرشحين أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين في ذات دائرته، وذلك خلال مدة عرض كشوف المرشحين والتي بدأت يوم الاثنين 9 أكتوبر وتستمر حتى مساء اليوم.